بتاريخ 15 ديسمبر 2021 تمكن عناصر السلية الإقليمية لأمن الطرقات بالجلفة في عملية نوعية على مستوى طريق الولائي رقم 189 من توقيف شخص يبلغ من العمر 32 سنة وامرأة تبلغ من العمر 19 سنة على متن مركبة نفية. أثناء عملية التفتيش الأمني للمركبة عثر بها على كمية من المؤثرات العقلية قدرت ب 23506 قرص مهلوس نوع بريغابالين 300 ميلي غرام. بعد مواصلة التحقيق من طرف محققي الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالجلفة تم توقيف شخص ثالث، فيما يبقى شخص آخر في حالة فرار. الموقوفون سيتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق.